كنا وصلنا يا مولاي لما السلطان عليش في مدينة النحاس اشتد بيه المرض وزاد، وحس ان الموت داخل عليه، وندى علي بابا يقرب منه ويجيب معاه الامير محبوك. يبقى هيقوله على السر. هو ده كان هدفه بالظبط يا مولاي، انه يعلن عن سر نهاية المسكوك قبل ما يمنعه الموت. لكن يا مولاي يا شهرزاد، هو يكون هيموت قبل ما يقوله على السر؟ اوعي. قبل ما نعرف يا مولاي لازم نرجع تاني لحداية ومعاه ياسمينة، وهي في زي الغلام وهو في زي الشحاتين، والاتنين عالتكية رايحين. يعني هانم بقت سلطانة البلد؟ انسي الحكاية دي دلوقتي يا ياسمين. انسى ازاي؟ من ساعة امك ما قالت لنا انا شايفة ابويا قصادي وهما بيرموه عشان تبقى هي السلطانة وهو يبقى وزير. وده احنا رجعنا لهم وهنفتح الحساب. قربنا اهو من الباب. هي دي التكية، شوف عاملة ازاي. ابعد يا راجل من هنا، شيل ايدك على ابويا. بالراحة بالراحة يا عم، دول قالوا لي ان العميان لهم معزة هنا وقيمة، مش هي دي التكية؟ الحمد لرب مقتدر. خد ابوك يا ابني وغور من هنا، ممنوع حد يقرب. ايه مش هو ده مجلس العميان يا راجل يا طيب؟ يا اخوي عايز ايه؟ ابويا اعمى وقالوا لي انه له مكان هنا في المجلس. مجلس العمي والطرشان يا ابني. طب يلا امشي، يلا يلا قبل ما ياكلوك حي. دول خلاص رستقوها ومش عايزين حد يزحمهم. ما انا اصلا كنت كبير التكية ودلوقتي بقيت خدامهم. اسم الله على مقامك يا ابني. ده قيمة يابا طول بعرض. خلاص قفلوا عليهم الباب وكل واحد ليه خزنة في السرداب. طب يا ابني ناكل لقمة طبق بجملة اللي بياكلوه. بس تاكلوا وتمشوا على طول، لو اتقفشتوا انا مش مسؤول. اكلوا مسجيني غلابة. يا عم هو انا ناقص ده؟ انتوا اكتر من الهم على القلب. بجملة اكل المفاجيع يعني جت على دول؟ وقعد يا ابن التوب. الله يسترك يا امير. باب السرداب في الوش موجود ولا سدوه؟ موجود وعليه عسكري واقف. وصل الامير غالي. اتفضل يا امير اتفضل. وسع يا حمار، عارف السكه ابعد. مش ممكن يكون ده غالي، مش ممكن، مستحيل، ده انسان تاني يا حداية. ازاي يكون هو؟ ما مسخوه خلاص. اصلب حيلك قدامه وعكش، ما تحضر له احسن دمدم، ده واد مجنون. انت قلت لي دمدم الملك استدعاه؟ البخور والميه المسحوره جاهزين؟ جاهزين. وقت الامير وبنفسه جالكوا يا زربان، ايه الحكايه بقى نفهم؟ اهلا بيكم في مجلس الحكم يا امير. قصر يعني هات من الاخر، نسيبك من اي كلام لانه لك الوزير عتيق. انا قاسم. اسكت انت ما تنطقش. ايه اللي جابك قبلنا يا وزير؟ وانت يا زربان عايز ايه بالظبط من الامير غانم؟ مولانا الامير ابن السلطانه الغاليه، حرصا عليك نرجوك تعتذر لسيادنا الجن عن اللي قلته من غير قصد، واكيد من غير قصد. طب واذا كان بقصد بقى؟ وبعدين بقى انت مصدق حقيقي انك بتتكلم بلسان الجن يا زربان؟ طبعا بلسان الجن، ده احنا لسان الجن. خلاص نقطع لسانهم ونخلص. مولاي الحكمة محروسين بحماية الجن ومحدش يقدر يأذيهم ولا حتى بكلمة. طب طز في الاتنين. سماح سماح يا أهل السماح، قدروا بقى أرواح واسمعوني كلكم. نتكلم بقى على المكشوف. اللعبة دي معمولة عشان الناس،
عشان نقدر نحكمهم ونفضل مسكنهم والكل يلبس الطراطير. وممنوع الغنى وممنوع الضحك وممنوع الرقص، حتى الابتسامة ممنوعة. واللي يخالف الجن يغسل فيهم الأرض. ما حصلش غير في خيال الناس. دلوقتي جايين تلعبوا نفس اللعبة على الأمير غانم وهو زيكم زي السلطان حاكم. إزاي؟ انتوا قاعدين هنا تملوا فكروشكم وترقصوا وتغنوا ولا حد شايفكم. سماح يا سماح يا سماح، بطلوا التمثيلية دي. وإذا كان فيها خسف ولا حرب يوروني. وأنا تاني بقولها، أسيادكم الجن دول ما يهمونيش وملكهم ما يلزمنيش. سماح يا سيادي، سامحوه سامحوه، ده عيل صغير فرخ صغير ما يدركش امير عيل. سامحوا الامير سامحوه، سامحوا الامير سامحوه، سامحوا الامير سامحوه، سامحوا الامير. بطلوا الجعان والنصب ده. اللعبه هبله ومكشوفه على الاخر. يلا يا غنم. غنم قلت لك ما صدقتنيش. الجن ما حدش يقدر يغلبهم، نزلت لعنتهم عليك. طب ليه ما كان من الاول؟ يا ولاد الافاعي، وأضحنا بالولد الحيشاني، وبفضل أوانطتنا اكتملت سيطرة الجن على البشر. الحمد لرب مقتدر، وأضحنا بالولد الحيشاني، وبفضل أوانطتنا اكتملت سيطرة الجن على البشر. نحن الحكماء العظماء، لا يستعصي علينا داء، ولنا ينصاع الدهماء، لأوانططنا فعل السحر، لأوانططنا فعل السحر. الحمد لرب مقتدر، وأطحنا بالولد الحشر، وبفضل أوانططنا كتاب سيطرة الجن على البشر. قد أدبنا الولد المفعوس حين تحدانا ابن الفرطوس، هل كنا ندعو الحب يروس ونسيب الفتنة تستشري، ونسيب الفتنة تستشري. الحمد لرب بفضل أوانطتنا اكتملت سيطرة الجن على البشر. فلنهنأ باللحمة والصوص، نلهط فتان حلوا مخصوص، حين شكمنا الولد الخلبوس استحققنا خير الأجر، استحققنا خير الأجر. الحمد لرب وأضحنا بالولد الحشري، وبفضل أوانططنا اكتملت سيطرة الجن على البشري. أدي نتيجة عملتك. عملتك أنا برضه أهو، دي لعبة من الألعاب. أنا نسيت يوم السلطان وعاني لعبة البخور. الجان مسوه يا آسف، وأديك شفت. انت صدقت اللعبة ولا ايه يا سلطانة؟ قاسم عايزة ايه من قاسم؟ لعبة كانت او حقيقة، خلاص كده الولد ممكن يرجع زي ما كان. ده بعدك وانت كمان هترجع زي ما كنت على قدك تاني يا قاسم.
أنا مش ممكن أرجع لعبة في إيدك ولا بعد كده هدارة ورا غانم. فوق يا هوانم، رحت ولا جيتي إحنا في نفس الخيمة. تقصد إيه؟ أف؟ واضح إنك نسيتي. زي ما صدقت اللعبة مع الجان صدقت إنه ابنك. قاسم فوق يا قاسم. غانم ابن عالي يا هوانم، ويوم ما يسأل من حقه يعرف الحقيقة. يسأل عن إيه؟ اسألي نفسك ممكن يسأل عن إيه؟ ساعتها هتتقلب فوق دماغي ودماغك. ما صدقت انك رجعت وشفتك يا ابني. الاقيك رجع للهم من تاني، والنفس الهم رجع بنت علي معاك. يا ضنا يا بنتي، مرضيش حتى يسيبها معايا، خدها ونزل بيها لوسط النار. طب ليه رجع وعايز ايه يا حداية؟ تعمل ايه في ده كله بعد ما اتغيرت الدنيا وبقى حالها غير الحال؟ علي راح والسلطان الطيب راح، والزمن اللي كان عايز يتعدل ملحقش، راح وياهم. وجه زمن قاسم وهوانم، وديني في اخر ايامي جايلي وفي ايدك بنت علي تجدد عذابي. املك في ايه بس يا ابني؟ مرات قاسم اخو علي بابا بقت السلطانة، وابويا دفع الثمن اللي بقت بيه السلطانة. ابويا والسلطانة ليش؟ ما تزعليش، بكرة هنسوي الحساب معاه. وصلت ليه؟ التكية، هنبدأ من التكية، من هناك هتوصل لهم اول رسالة. شمال، ما لقيتش البنورة؟ بنورة ايه؟ نهار اللو اللي سبتها يوم ما مشيت، انتوا مش عارفين ايه فايدتها. سيبك من البنورة دلوقتي، خلونا في اللي هنعمله. بالبنورة دي نعمل كل حاجة. تقصد ايه؟ نقدر نشوف فيها اي حد، اي مكان، قطط، كلاب، صلعان. انا عايز اشوف امي. اهدى امال يا عطيف. يا عطيفي مش وقته. الله كريم، انا عاوز اشوف البخت. بخت ايه يا خايب؟ الاقي البنورة. اوه اتفضل البنورة اهي. يعني ممكن دلوقتي نشوف فيها التكية وتوزيع الحرس فيها؟ لا، اطلب الاول مدينه النحاس اشوف الامير صاحبي وابويا ضنضار. يا نهار له لالو لالو لالو، يا نهار له يا سمسم. ايه في ايه؟ علي بابا هو في البنوره. ابويا ده صحيح؟ ابويا هو قصادي يا حدايه. اه صحيح علي، انت ايه اللي وداك هنا يا علي؟ علي رد عليا، انت عايش يا علي؟ ومين اللي مش شاطح جنبه ده؟ وريني. ده اللي مش شطح ده سلطان عليش. لكن ايه اللي وداهم هناك ومش شطحين كده ليه؟ في مدينه النحاس. وفين مدينه النحاس دي اروح لها؟ صبرك بس يا ياسمينه، نسمعهم الاول وبعدين نشوف ونروح للمشطحين دول. تروح فين؟ شايف اللي واقف في الاخر ده اسمه دمدم، ياكلك. لحد دلوقتي عليش مش عايز ينطق ويقول ايه السر؟ وبعدين معاك يا عجوز يا منحوس، هيموت قبل ما مولاي يعرف، وانا واقف هنا بتكتف شيء يعرف. الدون الملعون جاي يتجسس وفاكر ان مفيش حد شايفه، لكن انا مش فايتك واعد لك. محبوك امرك يا سلطان. خلي الجن يغنوا ويعلوا صوتهم على الاخر. في حاجه يا مولاي؟ نفذ بس يا محبوك، مفيش قدامنا وقت. قرب مني عشان تسمعني. دمدم كويس، جيت في وقتك، كنا مزنوقين زنقة محتاجينك على الآخر. بص السلطان بيقول. لا دمدم اثبت عشان اعرف اتكلم كده، انا تخيلت. السلطان بيقول لك خلي المحابيس يغنوا ويرفعوا صوتهم على الآخر. وطي انت صوتك يا امير، السلطان حاسس اكيد بوجود دمدم وعايز يتكلم. ما هو الرزل هنا فينه بالظبط؟ ما تبصش، دمدم وراك جاي يتجسس وعاوز يعرف السلطان هينطق بايه. عشان كده السلطان قال غن. طب اسمع دمدم، انا عايزك تخلي المحابيس يغنوا ويعلوا صوتهم على الاخر، مش عايز الجاسوس النادل ده يلقط ولا كلمه ولا حرف. الولد الملعون ده بيتكلم ويا الام مع مين؟ في شيء هنا بيحصل.
والسلطان، السلطان لا عايز لا يموت ولا عايز ينطق. انا كده مش مبسوط، انا تعبان، انا زهقان. انا كده مش سامع يا مولاي. قرب مني اكتر يا علي، وانت كمان يا محبوك قرب. دلوقتي قبل ما امشي لازم اقول فكر يا علي اللغز. عايز يتحرك من انت قبل سنة الناس. اللغز ده بيحكي نهاية عالم قام على الظلم والقوة وعاش على الكذب. مولاي، مولاي، ايه ده؟ مات؟ مصيبة لو كان مات. وما عاد لوجودك لازمة يا رزم غور. يبقى لازم اعرف هو قال ايه. قال اللي هيتعس مولاك. روح بلغه يا وزير، قول له قضاك قرب. قضاك قرب؟ يعني ايه؟ تقصد ايه؟ وضح يا انسي، وضح يا امير. ده بيتكلم عن ابوك. ابوك خلاص هيضيع. بيقول قضاء قرب، قرب قضاء. هو قضاك؟ قضى مولاك وقضاك. نهاية لعبة لعبتوها في لحظة هتخلص يا وزير. عارف امتى؟ عارف ازاي؟ ازاي؟ ده امانة، امانة شلتها، مش راح افرط فيها ولا اقول لحد عليها. بس الامير هيقول لأن المقصود أبوه. زي ما قالك علي بابا يا وزير. روح ما طولش كده يا أمير. كده يا وزير، وتفضل بقى من قدامي غور. ألف رحمة أمور. طيب أنا هعرف إزاي أرغمكم وأطلع السر منكم. دمدم هبا. مات السلطان. وابويا ممكن هناك يموت. ده مكان غريب، اللي يروحوا يصيدوا الموت. يحفظنا ربنا، الله كريم. دراسة العان، انت هتندب مش كده امال؟ وديني لابويا يا سمسم. اهدي اهدي يا ياسمينة. يا نهار اللو، اوديكي بايدي هناك؟ ده مكان خطر عليكي، الانس اللي يروح هناك يتشتح. يعني ايه نقعد نتفرج عليه كده في البنورة فرجة وخلاص؟ او نشوف هنعمل ايه وياهم دلوقتي. وابويا؟ انا ممكن اروح له. طب مستني ايه؟ ما تروح له وتكلموا عني وترجع تطمني. طب ليه ما تروحش وترجع بيه؟ ممكن ترجع بيه يا سمسم؟ ادعي لي بس انا اقدر ارجع، ده مكان خطر. باي باي. طيب نشوف احنا بقى هنعمل ايه دلوقتي. كده علي بابا عايش، وده له معنى، له معنى وتمن وحساب لازم يعرفوه. ايوه حدايا، بالفعل مش بالكلام. وانا نفسي اشوفهم دلوقتي لما يعرفوا ان ابويا عايش ما ماتش. هوانم السلطانه وقاسم جوزها لازم يعرفوا ان علي بابا عايش، وبعدها يلاقوه قدامهم. هيرجع يا حدايا صحيح؟ قلبي حاسس ان هشوفه من تاني، وهيشوفك يا ياسمينة. وهو سمسم رحله. طيب احنا كمان بقى ما نضيعش وقت ونشوف هنعمل ايه.
ايه وضع التكنة دلوقتي يا حداي؟ انده رجالتك عشان نشوفوا ايه الوضع هناك وايه اللي هنعمله بالظبط. ياسمينة خلي البنورة دي معاكي. صلعان. ايوه يا ريس. شوف دنف ولم الرجالة كلهم عشان نشوف هنعمل ايه. امرك يا ريس. ياسمينة خلي دماغك معانا. مش قادرة اصدق ان ابويا لسه عايش يا حداي. يعني ضاع السر ومات عليش وانت نايم لي على ودانك يا اطرش. الحق على الامير محبوب ابنك اللي رتب ويجن واتفقوا واتامروا عليا وعليك يا مزكوك. انا باقيني هولع فيك. هحرقك لما انت عارف من الاول خليت الجن المحابيس يقربوا منهم ليه. انا ما كنتش متصور يا مولاي ان الامير ابنك يطلع حبا. كنت متصور انه هيخاف عليك وساعة الجد هيكون معاك. ومحبوك سمع السر مع علي بابا؟ بصراحة يا مولاي حاجة تقرف. ما اقدرش اكذب. الله انت مش بتقول انهم كانوا حوالين السلطان ساعة ما قال اللي قاله ومات؟ بصراحة يا مولاي حاجة تقرف. حصل حصل. يبقى محبوك عرف. دمدم لازم ترجع ليهم وحالا. وارجع لهم ليه يا مولاي؟ في مشاكل كتير في سلطنة هوانم ولازم اكون هناك اتابع. ده غير المفاجأة في بلاد كتير انا قدرتيه يا مولاي. لازم ترجع تاني ليهم وتتصنت على محبوك والانسي علي بابا. اتصنت تاني يا مولاي؟ حاجة تقرف. ما اقتلهم واخلص يا مولاي. واحد فيهم رح يغلط هينطق في حديثه للتاني ويقول كلمة إشارة رح نعرف. ما هو أنا لازم أعرف. مش معنى كده أن أنا خايف لكن لازم أكون عارف. أمي كده يا غانم كده تضر نفسك بإيدك؟ بإيده؟ أنت كده بقى راضي على اللي عملوه معاه؟ غانم عصى أوامر الجن والجن مسوه. الجن؟ ما تصدقهاش يا حبيبي ما تصدقهاش يا غانم. لولايا أنا كان غانم انتهى. ملعون أبو الكرسي اللي يخليكي تلعبي حتى بغانم يا هوانم. أنا كده مش قادر أفهم أي حاجة. مش عارف الحقيقة فين. الحقيقة في اللي جرالك يا غانم. الحقيقة في اللي هيجرى يا هوانم. كده هترجعه يعصى تاني والمرة الجاية هيضيعوه. المرة دي سابوه عشاني أنا. سامحوا الأمير سامحوا. سامحوا الأمير سامحوا. سامحوا الأمير سامحوا. سامحوا الأمير سامحوا. ألف مبروك الأمير سامحوا. ألف مبروك وألف مرابط يا سلطانة. سيادنا الجن سامحوا الأمير علشان خاطرك. سامحوا الأمير سامحوا. سامحوا الأمير سامحوا. بطل منك له ما صدقهمش يا غانم. مبروك يا حبيبي مبروك. اسمع بس هيقولوا ايه. بيقولوا لازم يقول انا تبت خلاص يا سيادي. اوعاك تنطقها يا غانم. سامحوا الأمير سامحوا. قول قول يا حبيبي ورد تقول. ابويا لا ما تقولش. وقت قول يا حبيبي وانا معاك. قول لا يا غانم لا ما تقولش. سامحوا الأمير سامحوا.